أول ما شفت حكمات بن 11 كان بالشتاء حاله، جيت رحت وديته. ثاني يوم جيت صرت أدور وتعرفت عليه. أنا كنت عايش قبل مخيم زعتري بسوريا. ما نطلع من سوريا من القذيفات من الصواريخ. أنا بالبيت بمشي حالي يعني دونه. مثلا بدي أروح الحمام بروح أتوح بحبي عادي مش صعب. برا البيت ما بقدر أتفش حالي وبحص طين. بحب أدفش بحب أخذ مساوير بأخذ مثلا على الساتر على المدرسة. كمان بس يكون مع الجوال وبيلعبنا عليه. حكمة بلعبه وبيلعبني بعطيه شغلة بيعطيني شيء. عبدالله بتعامل معي جنسيته جويدة. مثلا لما يكون ولدي عايرني بس يشوف عبدالله بروح اقتله. الولاد بيتشاكروا بيقولوا له معاك اخوات هذا شيء غلط. اوكي بس ما هم بروح اقتلهم. أنا بحب أحاميله عبنه رفيق وصديقي.